الحمد لله. هنيئا يا والدي. متفاجئ ليه؟ كنت من طفولتي وانت في مقام والدي، وكنت خيره والد لي. عمرك ما بخلت على تأديبي او رعايتي. لكن ايه؟ لكن انا محتاجه الفرحه كمان. نصيبي من اليتم والفقد والحزن منعني اني ادوق طعم الفرحه في يوم، وانا دلوقتي ارمله في اول صبايا. ربنا ما كتب ليا اني ارزق ببنت او ولد يعوض عليا او يونس وحدتي. ده قضاء الله. رضيتم بحكمه عز وجل. وحاشا لله اني اعترض على قضائه، لكن يا خالي نفسي ليها علي حق، وأنا من حقي إني أدور لنفسي على السعادة والأمان والعوض. القصد يا هند، نفسي لا تتقبل الزواج من عقيل، ولا أقدر أقبل فكرة الجواز من أخ جوزي اللي كنت بشوفه أخ ليا في الله. حب لله يا خيل، عمري ما خالفت لك يوم أي أمر. هو أنا عملت معاكي أي حاجة غير لمصلحتك وكانت فيها الخير؟ ربنا شاهد إن عمري ما أنكرت جميلك عليا، ولكن ده لا علاقة له بزواجي من عقيل. عاوزة تتجوزي مين؟ صاحب الحمار؟ بعد العز والهنا عايزة تتجوزي صعلوك بيسرح على حمار ويقضي ليله في إنشاد الأشعار والكلام الفارغ مع طباخ الحي؟ عمري بيشتغل في ديوان البريد وبياكل لقمته بمجهوده وتعبه، وبقطر صديق الجميع. طب ما إن الجميع بيشهد له بأخلاقه الحسنة. وإيه كمان؟ وجبت المعلومات العميقة دي عن طريقة حياته وصفاته منين؟ خيلي اسمعي يا هند، دي آخر مرة يتفتح فيها الموضوع ده، ولولا اللي أنا ربيتك وبثق فيكي وعارف إنك مكسورة الخاطر بعد وفاة جوزك الله يرحمه، كان هيبقى لي تصرف تاني. أنت بتجهلي مصلحتك. سيبيني أعمل اللي فيه الخير ليكي بإذن الله. أنا هكلم عقيل وهقول له إنك جاهزة للجواز.